السلام عليكم شباب شلون صح؟ دكتور أمانة الديمو بس خل أسحب الإكسرايات. أكسريات كاملات بس أسحبهن موجودات بالحاسبة وأنزلكم يكون يعني بالتفصيل ممل بس هذا شوي الديمو ال ال الشرح كـ كديتيلز أفضل يعني من, الـ من الستوريات اللي ذاك كم كان كلام مختصر وحتى يمكن المحاضرة صح نزلناها بس يمكن أنت ما راح تفهم يا دكتور مثل ما واحد يحكي لك اياها قدامك فاما تن... يعني حتى لا تاخر بسم الله الرحمن الرحيم مبدئيا شباب من تجيك كيسات السيفير كيرف احنا نعرف انه الكيرف كانال بها درجات كيرف بسيط مثل ما موجود باغلب ال... باغلب البوستير تدري اليوم اغلب ال... اغلب الدكتور اليوم كيسات البوستير في المولارات ما مولارات اللور حتى الابر يجي به ديجري اوف كيرفشرز مو سيفير كيرفشرز بس اكو بهم سام ديجري اوف كيرفشرز الكناين بعض الاحيان ممكن يكون آه 45 ديجري كيرفشرز آه بس ال... هذا يعتبر كمودريت كيرفشرز بس الاكثر شيء مزعج دكتور هو النايتي ديجري كيرفشر اللي هو هذا ايش راح يجيك دكتور؟ راح يجيك عباره عن سيفير كيرفشر هسه انا شلون اتعامل وياه؟ يعني يمكن حضرت اللايف مال ذاك اليوم من قلنا قلعنا ابر ابر 8 رايت سايد دكتور يمتلك 3 روتس وهاي ال 3 روتس هي عباره عن سيبريتد روتس يعني مو فيوزد حتى تكون سسبكتد لا 3 روتس سيبريتد 3 روتس ال آه البلاتل فيوزد قريب عليه او طابق عليه هنا ثروت بس فيوز يعني مطبوقات شنو السالفه شباب شنو المصطلحات هاي لا رجاء رجاء لا ثواني 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 هاي وين انتم ايش تحشون شنو الكلام هذا آه هذا الدكتور عفوا ما اعرف شو اسم حضرتك شنو الدكتور يقول عشرة شنو هالكلام شنو المصطلحات لا رجاء رجاء يعني أدشق بعيدا عن هالمواضيع المزح هاي مواضيع يعني يمكن ما عاد تعرفون او لا انه هاي المواضيع العلميه بنحكيهن ما بهن شقة ويعني موضوع كوميدي لا لا دكتور عين يعني الدكتور حضرتك الوضع غير مناسب لك غير ملائم الك، شفته مو حلو، ممل، استاذن واطلع، لا تستاذن يعني سد البث واطلع، كانه ما موجود، بس ما تدخل حضرتك او حضر زميلك وتقعدون تستخدمون هاي المصطلحات وعلى ابو لا هذا ما مقبول. دكتور هذا ما مقبول. هنا منصه علميه، ما عندنا شيء غير الساينس. شو شو انت تفكر بيفكر ناس فاشله ناس تعبانين احنا ناس فارغين اي نعم بس احنا ما نعرف شيء غير الساينس فهاي المصطلحات امانه غير مقبوله شو الحكي هذا ايش تحشو صديق 2020 والجو مشتعل 22 والجو مشتعل والناس حاله ضيم حالها و... وهاي زين انت تمام يعني انت ما لقيت يعني انت ما لقيت مكان مناسب غير تحكي هنا يعني؟ شو الامكانيه اللي عندكم عجيب مواضيع مهمه دكتور هذني ما أن انت كتب ما تحكي بيهن كتب ما تحكي بيهن محاضرات ما حيشرح لك اياهم تروح كورسات ما يقولوا لك عليهم مو مجرد انت تشوف نزلولك لك كيس سيفير كيرف لك اياه شلون ما حد يدري وغير قاعد نحكي احنا على مود الك والزملاء زملائك والناس تستفاد من تجي هيك كيسات انا احتاج انا اعالج شيء تخيل فايل عشرة ما يفوت بالكنال قد ما سيفير كيرفيشرز فغير يعني احنا جايين شو ال... بس احنا مو ملائكه هم احنا هم, هم من نقعد بالشقه هم هيك نسوي سوالف تعبانه بس مو مو هيك يعني نحن مو مو انبياء بس مني قاعد من نقعد ويا زملائنا نسولف نشاق شقه ما اصخ كل امسخ من هيك بس مو 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 هيك مواضيع علميه على العموم فدكتور البلاتل يعني شوف هي سبحان الله هي جايات هذا هن روت واحد بس شلون يعني تحس ان عفوا تو روتس بس فيوزد البلاتل و الدستل باك هذا اللي دكتور خمسة 45 ديجري 45 درجه اوكي امور تمام هذا يعني بيها مجال تتحمله المشكله شنو دكتور كان هو بالميجيو باكال روت هذا دكتور هذا عباره عن 90 ديجري كيرفتشر، المشكلة يعني هي هاي بكيسات الوزن ما يا أخي يعني الوزدام كلش مزعج الروت ما ما تكون بوينتد بتكون راوند وأمانة أنت من تشوف هيك اه راونديشن بالروت الموضوع مقلق يا يعني أما ما راح تحصل باتنسية أما أنه اكو سسبكتد تو روتس على العموم تو أبيكال فورامن او يسمونه تو بي او, بي او اي مصطلح بي او اي اذا شايفينه بعض الدنتست ومو اي دنتست ذولي اللي هم الدنتست اللي هم اقوياء الاندودونتس عفوا سيتانيان وغيرهم يقول لك يا فتح التورس ولقيت بي 2 بي, اه بي او اي هذا معناه دكتور بورتال اوف اكزيت يعني كم مخرج انا لقيت بهذا هو تو روت هو عفوا ون روت بس بي 2 بي او اي انه تو بورتال اوف اكزيت طلع عندي موجودات وهسه راح ان شاء الله نشوف على كيس اجتنا اول البارحه اول تبع الجمعه الخميس يعني يمكن أربعة او ثلاثه اه هو ابر 5 سكيس يعني امانه المزعج وغريب عجيب وعلمونا بيه تريك فهنسح نحكي يعني على العموم فهذا كان 45 درجه المهم قلعنا احنا اه سبحان الله هو الايت شلون بي تو كاسب اوف كارابولي بحيث انت ما قاعد تميز وين الميجر وين الدستال المهم فالدكتور يابا قال اه هذا والله سفير كيرفشرز خل نسوي له اكسس اوبننج سوينا له اكسس اوبننج لقينا الكنالات كنالات بسرعه عن عم. المشكلة وين؟ المشكلة من تجي تفوت فايلات حتى تسوي نيجوشيشن. مبدئيا السمول مصطلح سمول سايز فايل، السمول سايز فايل. السمول سايز فايل بالتكست بوك يعبر عليها فايل 8 وفايل 10. هذا معناه سمول سايز فايل. وتكست بوك نادرة كلش تبدا من الستة. اما سمول سايز فايل عند الدنتست الاعتياديين اليوم اللي تقول لك استخدم فايل صغيره شو يقول لك؟ يقول لك اه انا دائما اشوفه دائما دا اشوفه دا عند الاطباء الاسنان العرب مو العراقيين من يقول لي سمول سايز فايل معناه فايل 10 وفايل 15 امانه دكتور فايل 15 ترى لارج سايز فايل دكتور 15 ترى لارج فايل مو شويه وقوي وستيف نوت كومبليتلي فلكسبل ومرات يكض عندك ومرات ينكسر دكتور فشو تسوي من من واحد يقول لك استخدم سمول سايز فايل دكتور يعني فايل 8 فايل 10 المهم فايل 8 فايل 10 يفوتون السايد كانال يفوتون بين 3 باستثناء طبعا الميجو باكال لان هاي 45 4... 90 ديجري كيرفيتشر يفوتون بس وذاوت باتنسي يا يعني اخي دكتور تزرف تدفع صوديوم مدري شنو هو هو بعد اكستراكت التوث انت تاخذ راحتك بيه ايش قد ما انت تدفع بالفايل فايل 8 فايل 10 اه بالمناسبه استخدمت اني سي فايل وديفايندر فايل والكي فايل ثلاثه دكتور ما قاعد تحصل بهن باتنسي بحيث انا شو اعتمدت؟ اعتمدت على الـ على الـ على الاكسترا كي لينث ثبت لي ستوبرات وخذت لي عم لقيت الواصلات النهايه بس مو باتنسي يعني ما حصلت باتنسي ما شفت بعيني انه عبرت من الكنال. ما اعرف ايش مشكله هيك زين آه الفايل الفا... آه الميجوبكل كانال الميجوبكل كانال فايل 8 يجد ما تسوي لك كيرفيشر يفوت قوه فايل 10 ما يفوت فايل 8 ثمانية... فايل 8 يفوت بس قوه ايش آه تسوي دكتور استخدمت فايل 6 فايل 6 يفوت ركض دائما اتش كيسات ساعدت عندك كيسات كيرفيشر ما كيرفيشر بتفوت فايل 6 بوفليكسبل وصغيره كلش بسرعه يفوت الفووك الاث زين هسه دكتور ايش انت سويت د... تبدي توسع اب اس اكس واسعت الكنالات بحس من وسعة الكنالات ما اعرف سبحان الله شلون شيطان الكنا ما وزك بالام بي 1 بالميجوبكال كنال فوتت فايل كي 2 يسمونه 25 تيبر 6 عباره عن بلو فايل فلكسبل فايل دكتور الفايل اول ما فات طق انكسر لان انا صار لي استخدمه فتره طويله من الزمن انكسر انكسر تقريبا 3 ملم من عده وهم الصور موجوده ان شاء الله بنزلكم اياها بيوم من الايام زين هسه انكسر الفايل شو تسوي دكتور؟ حتى تحصل باتنسي رجعت على فايل 6 سبحان الله فايل 6 فات ركض كانما هذا من مكسور مكسور وعاي في سبيس بصفه تحصل بها باي باس يعني من اجي سويت له باي باس بدون اي تعب هو فايل 6 فات خلاص يورك زين هسه هاي هيش كيسات سفير كيرفتشرز شلون انا اسوي لها الميجمنت بالذات تشوف انت دكتور ممكن بالابارات ولا ورات لا دكتور ما استخدمت قاعد باث اني ما ما آه هسه تجيك الفكره دكتور هسه تجيك الفكره ان شاء الله شوي شلون شلون سويت له مانجمنت تجي دكتور الزون تكنيك كان هدفها شنو؟ انه اني اسوي مانجمنت للمودريتلي كيرفد كانال مودريت ما الله خلي بالهم سيفير كيرف فشي يقول لك دكتور؟ يقول لك انت آه آه عندك انت خمس اربع نقاط اطبقهم على هاي الكنالات اللي هي تكون مودريتلي كيرفد سيفيرلي كيرفد فور فور بوينتس فور ستيبس ستيب 1 قال لك دكتور تحدد الورك ليث مال الكورونال زون، شلون؟ شنو دكتور شو يقصد بهذا الكلام؟ يقصد بي دكتور انه انت الكيس من تجيك هاي الكنل عندك. يقول لك دكتور انت لازم تقسم الكنل ال 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 الى تو بوينتس اور تو زون اور تو بارتس، بارت بيوند الكيرفتشر وبارت قبل الكيرفتشر. يعني اذا هاي هي هاي المنطقه يسمونها الماكسيمم بوينت اوف كيرفيتشر هاي هي الماكسيمم بوينت اوف كيرفيتشر اكبر منطقه بصير بها الكيرفيتشرز اقصى منطقه يقول لك ما بعدها هذا انا اسميه دكتور الابيكال زون ما قبلها هذا انا اسميه دكتور الكورونال زون هسه أنت أول ما تبدي دكتور لازم تبدي فايل 8 وفايل 10 يفوت فول وورك ليث ما به مجال لازم يفوت ومبدئيا فايل 8 يفوت بسهولة فايل 10 كذلك مناسبة هذا ال 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 ب95 درجة دكتور طلعت كي فايل بس بالي دكتور كي فايل 8 كأيزو تب مالته والطول مالته 31 مليم الليث مالته سوى كسرته من الباكيت دكتور اول ما فوتت انسايد ذا هو فاطم فات طبعا امانه فات بيون كيرفتشر طلعته اتفرج عليه قوه طلع اتفرج عليه لقيت بي انوايندنج مصطلح انوايندنج انه الفلويدز ما تنفتحن الفلوس مال هذا البير الفاير عفوا انفتحن صار لما عيات اكثر من غيرهن هاي الفلوس تقريبا مقدار 5 ملم يعني انت تقريبا ما اعرف والله شلون نسيت التعليقات اي يلا اي فيعني انت تق... يعني انت تقريبا دكتور آه الفايل ماتك اول ثلث من عندك كله صار بي ان وايندنج ذبه شمره ترى ينكسر هذا قبل ان ينكسر الفايل عندي روتري صار بي ان ديك. شمره دكتور ترى ينكسر كذا فايل جديد استلم طلع لي شمرته بالزباله بس وصل وصل الفات 8 الحلو به الفات 8 10 يوصل للفل ورك جلاس المهم وصل من وصل عندك دكتور الفايل للفل ورك جلاس حط الابكس لوكيتر وقيس نفرض هاي كلها من البن من انا يعني من الاورفيس الابيكا فورامن اللي هو الفول وركينج ليث طلع 20 كلها الكلام هسه باول ستيب بالزون تكنيك يريد من عندك الوركينج ليث مال كورونال زون فقط يريد بس طول هاي القناه الجيد شو تسوي انت؟ فات فايل 8 فول ورك ليث فات فايل 10 فول ورك ليث فات فايل 15 حتى تسوي بيج لايت باث فول ورك ليث هذول كلهن للفول ورك ليث شو تسوي هسه؟ تجيب فايل 20 ايزو الحلو ب 20 ايزو هو 20 تيبر اثنين اتفوته هسه فايل 20 من راح يفوت ما راح يفوت الكل الكلام لا راح يوقف في هاي المنطقه راح يجي الفايل يوقف هنا اللي هي الماكسيمم بوينت اوف كيرفيتشر ليش راح يوقف هنا لان هاي بقيه الكنل انت محضرها في فايلات صغيره صح؟ مثل فايل 15، فايل 10، فايل 8، هذني فايلات صغيره وبنفس الوقت بيها ديجري اوف فلكسبيتي، اما فايل 20 تيبر 2 فهذا هو فايل مو صغير كبير والاهم منه هو ريجيد ستيف فايل، نوت فلكسبل فايل، فما راح ينطعج. يعني ما راح يميل على نفسه ويفوت بالكرفشه مثل فايل 8، حتى اذا حتى اذا تفوت ستريت هو راح ينعوج ويفوت لانه هو فلكسبل. بينما فايل 20 ما راح يطروحه المهم فوت انت فايل 20 وقف بالهاي المنطقه منطقه الريزستنس هاي يسمونها اللي و... اللي تحس ان الفايل وقف فيها بعد ما قاعد يعبر ما قاعد يعبر اسميها البوينت اوف ماكسيمم كيرفتشر او الريزستنس بوينت على هاي البوينت ما بعد اسميه ابيكال زون وما قبل اسميه كورون زون شو سوى هسه؟ وهو فايت انزل الستوبر مال فايل 20 على الريفرنس بوينت واقيس المسافه من الريزيستنس لحد الريفرنس بوينت ايش قد؟ نفرض طلعت 15 طلعت 15 فاذا الوركينج ليث مال كورونال زون فقط هو 15 ملي مش ناقصته فوايد فايل 20 تيبر 2 وشفته وين يكوض وين يوقف سميتها كورونال زون الورك ليث مالتها 15 ملم هسه اجي الفول وورك ليث ناقصا الكورونال زون يساوي الابيكال زون 20 ناقص 15 يساوي 5 يعني هاي المسافه دي. هاي 15 كلها هاي هاي المسافه الشويونة هي 5 ملم مال ابيكال زون ستيب 1 خلصت قست الوكلث صار عندي 3 وكلث الاساس الكلي ومال كورون زون ومال ابيكال زون شو اجي هسه دكتور هسه اجي على ستيب 2 اللي وش يقول لك يا دكتور يقول لك انلارجمنت مالت من مال كورونال زون الحد الترمينس مالته يعني دكتور انت لازم توسع هاي المنطقه هسه توسعها على اساس شنو؟ اوسعها على اساس الوقت ليث مالتها يعني الحد النهائي مالتها. تجي دكتور شلون اوسعها؟ مبدئيا إياك دكتور انه انت تحتاج توسع لي حتى الفايل اللي يفوت للكرفتشر يفوت, يفوت براحته، ليش راح يفوت براحته؟ الفايل من يدخل كون يدخل بالكوروزون كله عباره عن باسيف فايل يعني ما عليه اي ستريس يعني ما عليه ما بي اي انجيجمنت يعني ما عليه اي فورس فراح يفوت بهاي المنطقه بسهوله اذا هو اصلا عليه انجيجمنت من فوق فما راح يفوت بسهوله ملاحظين دكتور بعض الاحيان سامعين بالفول ستاك باك انه يقول لك بيتاك من فوق ليش؟ لان كاظ من فوق بتفوت جيتا بيركا ستة 6 الجيتا ستة راح تكض من فوق واحتمال هي من جوا لوز ليش؟ لان عليها ستريس لان بيها انجيجمنت من فوق فانت كل ما راح توسع الكورال كل ما الفايل ما عليه ستريس كل ما الفايل ما بي اكثر فراح يفوت بسهوله للفول وارك زين انا قد اكبر دكتور كورونا ايش قد راح اوسع بكيفي مبدئيا انت هسه اكيد محضر أس اكس فموسع الأورفيس الكورونال بارت بس عندك الميدل بارت همين. دكتور هو شيء يقول لك يقول لك اني التوسعه مال الكورونا بارت راح تعتمد على مقدار انا قد راح افوت بالابيكال بارت شنو يعني؟ اكو شيء يسمونه دكتور دايامتر ليميتيشن شنو يعني دكتور دايمتر ليميتيشن؟ يعني اني مو بكيفي اوسع كورونالي ايش قد ما اريد، لا اوسع كورونالي بمقدار ما حراح ما حراح ما راح افوت بالابيكال بارت، شنو يعني؟ قال لك دكتور اذا انت تريد تشتغل فايلات تيبر اثنين بالابيكال بارت لازم اقل شيء يكون انت موزع موسع 60 ملي كورونالي اذا تشتغل فايل بالابيكال بارت هذا اذا تشتغل انت فايلات تيبر اربعه لازم انت اقل شيء موسع بمقدار خمسه وخمسين ملم اذا تشتغل في فايلات تيبر سته لازم انت تحتاج توسع من فوق بمقدار خمسين ملم اذا انت تشتغل في فايلات ثمانيه وهذا طبعا رير لان دكتور هذا اجرسف تيبر لازم انت توسع بمقدار خمسه وثلاثين ملم من فوق. هاي الدايميتر ليميتيشن على اساس راح اني اوسع من فوق شوف دكتور شو يقول لك يقول لك اكو معادله اللي هي الدايميتر ليميتيشن ناقصا التب سايز تقسيم التيبر يساوي لك اللينث شنو الليث يساوي لك المسافه اللي راح يقطعها الفايل مالتك بسهوله الابيكال بارت شنو يعني دكتور عفوا هنا علي. دكتور دكتور انت ايش تستخدم؟ يعني كديلي ديلي براكتس كديلي انتوتو روتن ديلي اندودونتيك براكتس شنو الفرات اللي تستخدمها؟ مثلا انا كاحمد عليم دكتور ريجولار كانال عندي قانون حتى اليوم سويته ريجولار كانال مثل ايش؟ مثل الميجيو باكال وان آه مثل الديستو باكال مثل الميجيو لينجوال مثل الميج اه... ديستولينجوال اذا عندك اه... ديستولينجوال لا هذا اه... مال اه... بعض الاحيان دكتور البريمولرات البلاتال كنل والبكال مال البريمولرات هذا دكتور كلهم يعتبر هنا ريجلر كنلات يا طبيعيات لاترل لا كذلك ممكن الكنل هذا دكتور انا استخدم بهن احضر الكنل فايل 25 تيبر 4 كلش كافي كلش كلش اصير عصبي 25 تيبر 6 اكثر روحي ممكن ما لقيت الفايل ما يقص استوي 30 تيبر اربعه بس دكتور الوايت كنل عندي قانون مثل ايش دكتور؟ مثل الديستال كنل مثل البلاتال كنل مثل السنترال لارج وايت كنل هذا اللي دكتور انا استخدم به ما يعني حق. قانون لازم يا اما 30 4 او 35 4 ما موصل 40 لان ذني وايد ما أنا افوت بيهن انا 25 كذب ذني وايد كرام من البدايه انا افوت بيهن بسايز بس كبير. فمثلا انت عندك هاي الميجيو بكالات الريجولار كرام تستخدم 25 4 شو تسوي دكتور؟ ال 25 4 ترى راح يوصل للفول ووك ليث لان انت راح تحضر بيه. تريد ف... تحضر بيه كل الكنال فبالتالي ال 25 4 تيبر مالته ايش التيبر مالته 4 اذا ترجع للمعادله فتيبر 4 لازم انت ايش توسع له من فوق؟ اتوسع له بمقدار 55. إذا لا والله دكتور أنا استخدم تيبر 6، فحتى أفوت بالفايل فول ووك ليف والفايل يفوت براحته بدون أي إنجيجمنت، لازم أوسع له من فوق بمقدار 50. تجي هسه دكتور شو تسوي أنت؟ باوع. هسه نرجع للمعادلة، دايميتر ليميتيشن، إيش راح نستخدم؟ راح نستخدم فايل 25 تيبر 4. اريد احضر بكلي الكلام الدايمتر ليميتيشن مال تيبر 4 بالمعادله هاي المعادله اذا شوفها دكتور هاي المعادله الدايمتر ليميتيشن مال المعادله مال تيبر 4 هو 55 خمسة 55 خمسة ناقصا التب سايز مال فايل هي 25 ناقصا 25 تقسيم التيبر اللي هو 4 يساوي الليث شنو الليث راح يطلع لك دكتور سبعة ملم هي المسافة التي سوف يقطعها فايل 25 تيبر 4 بسهوله بدون اي انجيجمنت بدون اي ستريس بدون اي فورس على الفايل زين انت الوركليث ماتك ايش قد مال الفول جليث ماتك هو 20 الكورال زون هي 15 ملم والابيكال زون هي 5 ملم زين انا الفايل مالتي اذا وسعت له من فوق بمقدار 55 واستخدمت 25 تايبر 4 راح يفوت 7 ملم وانت ايش قد اصلا 5 ملم يعني انت اصلا عندك اثنين زايدات يعني انت الفايل مالتك راح يمشي 5 ملم بسهوله بدون اي ستريس بدون اي فورس ما ينكسر انا ليش انكسر هنا الفايل من الساعه قلت لكم؟ انكسر عند الفايل لان فتت بي جوبل ما وسعت له من فوق، وسعت فقط باس اكس فانكسر الفايل ما تحمل. زين، تستخدم انت 30 ترجع. 30 4 مثلا. 55 ناقص 30 تقسيم 4 يطلع المسافه. مثلا دكتور انت تستخدم 30 6. 6 ايش قد التايبر مالت الليمتيشن مالتها؟ 50 فيصير 50 ناقص 30 تقسيم تيبر اللي هو 6 يساوي لينث المسافه اللي يقطعها الفاير لهذا دكتور انت بهيتش كنالات لازم توسع هواي من فوق حتى الفايل يفوت عندك للفول وورك لينث بسهوله وبدون اي ستريس. هاي معناها ستيب 2 وسعت مثلا احنا 25 4 شو نقدر نوسع؟ لازم فوق الكورن بارت انا اوسع اقل شيء 55 ملم بعد بكيفك انت اه توسع بفايلات روتري انا ذاك يوم سويت بهذا التوث؟ جبت اه 55 ايزو ايزو مانيول وسعت بيرفل ووك وسعت الكنال فتت بالروتري فات ركض حرفيا فات ركض ما اشوفه الا زلق انا توقعت يكض طب زيليك فات اه مشي وهو اه اه مو بلو فايل يعني البلو فايل تكون كل شيء فلكسبل لا هي تريتد نايت تاي عادي بس مو بلو فايل زين دكتور هسه ستيب 3 ستيب 3 يقول لك يقول لك دكتور لازم انت تسوي انلارجمنت فور ابيكال زون هسه انت حددت دكتور تعال هنا لك. انت قست الطول قسته وسعت من فوق وسعته هسه تعال وسع من جوه هسه الفايل مالتك 25 تيبر 4 يفوت بالكنل يفوت اذا انت موسع 55 شو تسوي دكتور هسه بالانلارجمنت خطوة اللي هاي شو تسوي هسه مال ابي كونسول هسه ترجع ترجع تجيب فايل 20 تيبر 2 اللي بالساعة قسّت قصت بيه الورك ليه من الساعه فوتها ما فات تتذكرون هسه راح يفوت نعم دكتور راح يفوت وبسهوله ليش راح يفوت دكتور لان انا وسعت له سبيس من فوق راح يفوت للفول ورك وخلي واخلي وياه الابكس لوكيتر حتى يقرا له صح خاف يقرا اندر ما اندر حتى اضمن انه انا واصل الفول وورك شو اسوي هسه؟ هذا دكتور 20 تيبر اثنين هو ايزو مانيول، اتحول على 20 تيبر اثنين روتري. فوت الفول وورك ليث. هسه الكلام اتوسعت بمقدار 20. شو اسوي؟ اجي انتقل للسايز الاكبر اللي هو يا هو 25. كذلك ادي خمسة وعشرين تيبر اثنين خمسة وعشرين تيبر أربعة تريد يتوسع أكثر خمسة وعشرين تيبر ستة يعني شنو دكتور قاعد أسوي سيكونس يسمونه ستيب باك سيكونس فور tapering يعني أنا قاعد لا هو صح كله نفس السايز بس شوي شوي قاعد أكبر بالتيبر من قاعد أكبر بالتيبر قاعد أوسع بالكنل بالأبيكال بارت أو بالأبيكال زون لو طافر من ال20 لل25 تيبر 4 او 6 احتمال يكون عند الفايل ما يوصل للفور ووك لينث لان هي لان هي كيرف سيفيرلي كيرف كانل هسه دكتور انت سويت اللاجمنت للابيكال زون ستيب 4 يقول لك دكتور بعد انت سوي انلارجمنت للديزايرد دايميتر شنو انت بيش تحب توسع الكنال؟ دكتور انا من الناس اللي احب اوسع الكلى ضفاي 30 خلاص العشرة 20 يفتت بي ارجع 25 تيبر 2 25 تيبر 4 اذا انا اريد 30 احول 30 تيبر 4 لا والله اذا 30 تيبر 6 لازم افوت 25 تيبر 6 وبعدين انتقل 30 تيبر 6 او تحب تمشي بهذا السيكونس مال التيبر الاعتيادي وبعدين تحول على 30 تيبر... براحتك قاعد اسوي جراجوال انلارجمنت بالدايمتر مال الكلام ما طفرت قبل حتى لا يكون عندي الفايل فبالستيب 4 انت بعد وسع براحتك هي ديستال استخدم 30 35 هي ريجلر كانال ميجل ميجلات مثل ميجل كانالز 25 كافي 25 4 كلش كافي تريد كلش كلش سويها 30 تيبر 4 مثل بالساعه شنو كان الكيس كان ابر 6 دكتور موس مو عفوا بار 6 مو مو, مو... 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 اللي كيل... لا يعني كلمات كيل... اعتياديه الميجو ال... الميجو باكل وسعته 25 تيبر 4 الديستو باكل 25 تيبر 4 ليش يعني لان ذني ريجلر كنال البلاتال باك كنال لا 30 تيبر 4 قبل ما بي ما ما تناقش ب 25 25 ما يفيدني الكنال كلش وايد واذا عندي مثلا ام بي 1 ابي بي دكتور ممكن انا اوصل 20 تيبر 4 او كلش كلش 25 تيبر 4 ليش لانها تعتبر تايني كنل تايني دكتور ضيقه نورو المهم فوسعت الكنالات كملتهم سويت لهم ريجيشن ابشرتهم ب 25 تيبر 4 جيت بيركي اما الفرق الفايل شلون طلعته دكتور ان شاء الله ننزل لكم الصور مال الكيسات ونسولف لكم شلون طلعت الفايلات الفراكشر فايل هو كان 3 مليم دكتور الحلو بالموضوع انه نشوفه بعينك انت يجوز لين اكستراكتد بعينك الموضوع يصير اسهل اما لازم دكتور انت بالموضوع الفراكشر فايل تسوي موبيليتي للفايل تحركه شوي تخليه يسمونه دانسنج فايل تخليه يرقص داخل الكنال شو استخدمت حتى اسوي هاي الخطوه استخدمت له الترا اكس هذا الاكتيفيتر الترا سونيك اكتيفيتر عندك الترا سونيك اعتيادي الترا سونيك سكيلر براحتك عندك الترا اكس تمام المهم الفايل يلعب داخل الكنب الفايل هو هنا تقريبا انكسر دكتور هيك هيك نوم روحه نوم روحه كلش بالجنكشن المهم فهو صار لوز يتحرك يرقص قدام بعيني بس ما قاعد يطلع صار لوز بشكل مو طبيعي بس ما قاعد يطلع يروح من هنا يروح من هنا يصعد ينزل بس ما ينسحب بعدين سويت لفوتت له اكس بي شايبر فايل دكتور هذا اللي هو شكله هيك فايل هذا الفايل مجرد ما فات طلع الـ الـ الفايل بالباوتشبر بسرعة سحبه سو شنو بعد ما انت سويت لي اللو... آه مبدئيا بكل كيسات الفراكشر فايل لازم تسوي لو اكسبوزنج لل 1 ثيرد من الهيد مال الفايل الفراكشر فايل او البروكن فايل او تسوي له لوزنج لازم الفايل يصير لوز حتى تسحبه سواء كان تريد تسحبه انت بجراسبك تكنيك او السحبه بالترا اخر شيء ابر 5 ابر 5 البيشنت عمره تقريبا يمكن 13 او 4 او او, أو 15 سنه ابر فايف دكتور فتحته لقيتها كنل وحده كنل وحده ولارج لارج كبير الاورفيس بس ما صايره بالسنتر لا شويه رايحه بلاتل قلت يجوز دكتور هاي سينجل كنل بس ليش ما جايه ب... مي... جايه ما جايه ب... بوكال ليش رايحه ليش ما صار بالسنتر رايحه بلاتل شو تسوي دكتور التهسيج تجيب فايل 10 شو تسوي له؟ تسوي له وتولي الكيرفتشر على البكل انت الكنل وين مالتك؟ الكنال مالتي اني بلتر واريد ابحث عن الباكل كنال شو اسوي؟ اجيب الفايل 10 واخليه على الباكل كنال وانزله على الباكل وول عفوا الباكل وول وانزله ما يفوت بالكنال الفايل من خليته على الباكل وول ونزلته نزل 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 زحلق وراح دخل بالبلتر كنال فقلت يجوز هاي كنال وحده بس ما مرتاح خذت ورك سويت شيبينج كملت بس خلصت فوات فايت 25 سويت بي ابيكال جيجينج وخذت اكس راي لقيت 25 فايت فول ورك ليث واموره تمام بس بالاكس راي الكنال مالت الابكس مالته كانت راود راود واكو شي من هنا شادو اكو شادو من هنا مو مريح شادو باتجاه البكل وول شادو قوي مو مريح هذا الشادو سسبكتد سكن سسبكتد buckle كيرل ايش قال الدكتور اللي وياه امانه ترك قال احمد الفايل عوجه مو با... مو مو بريكيرفنج لا سوي له شون شلون مال اللي... شوف ايش قال قال فوت الفايل قلت له الفول ورك ليس قلت له قال مو عندك باكل وول وعندك Palatal وول زين هسه الفائض من فات فات متشي من, من على البلات لان اكو عندك هنا كنل قلت له اي قال الفايل من يفوت الفوق كليث عوجه دفعه منا من الدفعه من فوق التب ما ما راح تروح التب مالته راح تروح على البكل قلت له قالوا ابدا اسحب هسه اذا اكو كنل راح يطق عندك الفايل طق يعطيك سنسيشن وفايل 25 فايل كبير مو شويه يعني يعطيك سنسيشن اما انت سويت هاي فوت الفايل على البكل على البلتل الكينال ودفعته من فوق فبالتب وين راحت؟ طخت بالبكل بس سحبته طج طيب. كف فايل شلون عندك درج دل... ما درج كف بيها فهاي دكتور احتمال يا اما لا كنال كبيرة يا اما هي البكل وول بس صار لها بايفركيشن بالنهايه يعني شنو دكتور يعني هو روت كبير بكنال وحده وهاي الكنال واصلة للأبيكال بارت ومتفرعة إلى كنال شبيرة وكنال صغيرة بحيث من بهذا سيتم السنسيشن رجعت على فايل 15 وفوتت بهاي فايل 15 وفايل 10 فوتت بهذا الوول هنا أنا قاعد يكض يحفر يندفع شوية ويزلق يروح على الـ على الـ على البلتر هاي البكل وهاي البلتر افوته بدنا يفوت يحفر شويه احس سنسيشن احس كاظ شو كانه ما انت مسوي ليش يفوت شويه يندفع وبعدين يزلق يروح على يفوت وبعدين يزلق على البلاتر فهاي سسبكتد يا اما لاترال كنال كبيره او هنا صار عندك دكتور بايفركيشن يعني عندك آه يسمونه راميفيكيشن انه هنا متفرع بالنهايه هو بيشنت بي 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 عمره 15 سنه فيميل بيشنت هذا شو اسوي ان شاء الله بالجلسه الجايه؟ اذا تحضرت هاي الكنال خير على خير لان الورك ما قاعد يقرا بيها واذا ما تحضرت شو اسوي دكتور؟ احضر لك الفلو كلث اعتيادي واسوي أج... اسوي أه... هافي هافي اريجيشن واكتيفيشن وابشرها بسيلر بايو سيراميك فلو وفوت بيها لان بهيش تكنيك يحتاج تستخدم الوارم فيرتيكال كومباكشن تكنيك حتى تقص منه انا وبعدين تابشر منه لان انت اذا تفوتت قد بركه واحده راح تسد يعني شنو ممكن؟ ممكن انت تفوت بهاي الكنال الضيقه ااا أه... كتبيات كتيبر اثنين ايزو وتفوت بيت شبيرة تيبر أربعة لأن إذا فوت تيبر ستة راح يسد كنال فهاي المشكلة بيتش كيسات فشو تسوي أنت ممكن لما تحس هيك اكو بايفركيشن أو اكو كنالة كنال ثانية الفايل متفوته دفع على الوول فايت بي فهو من التب راح يروح على الاوبوزيت وول وال واسحب ابدي على كيفك اسحب هسه اذا عندك كنال راح يكف بيها من يكف فترى هاي اكو كنال هنا دكتور راح الفكره ان شاء الله يا اسال عند السؤال ان شاء الله يجاوبه حتى يتوكل نعم دكتور راح يحفظ ان شاء الله اي نعم شباب امانه هاي ترك كلش حلوه هاي تريك كلش حلوه يعني وشو على قولتهم آه، لايف سيفنج تريك آه، فاذا عندك يعني مو كلش مفيده امانه انا احتاريت بس امانه تباوع انت على الـ على الاكس راي الاكس راي لا يا اخي اكو سمثينج رونج بالاكس راي اكو شادو يعني ما تقدر تمشي الامور تغلس هاي اكو نار شادو فممكن هاي الترك تفيدك هي شنو ترى هو بالذات هو الاندو كله عباره عن موضوع سنسيشن هاي الترك تفيدك تلقى هيك كنالات لا من تشوف لارج كنال وتشوف وان كنال والكنال رايح الكورنر معناها اكو سكندري كنال خصوصا هو ديفلوبك في... دي توث يعني 15 سنه صغير ممكن بالفعل هيك اكو شيء تسمونها اكسس وانسترومنتيشن ان شاء الله بتضرب بالابتشريشن وامانه يعني بعد الموضوع محير بالنسبه لهذا الموضوع. اي طبعا دكتور دكتور اذا ابر 6 والبلاتال شبيره طبعا ترى 25 تيبل 4 كلش لوز. وسع 30 35 ايش خلي الرينج مالتك مشكله حتى الفايل يسوي انجيجمنت بد يقص دنتن حتى الفايل يقص دنتن دكتور. لان يعني اذا ما قصدت ما راح يسوي لك شيء فبالتالي قلت بك يعني متى راح تحصل بها تاك باك ما تاك واحتمال عندك دبريز ما قاصه انت اي نعم دكتوره هو اليوم الدكتور دان قايم يمكن اليوم اليوم الريكومند الموست كومن اوبشن هو سنجل كون وذ سيراميك سيلر فالفايل انت اول ما طلعت ميك كيلو اتفرج عليه دكتور اي فايل طلعت ميك تفرج اتفرج عليه شوفه قاص لو ما قاص اذا ما قاص ري انسيرتد ات رجع مره ثانيه واذا قاص والدبريز الدنت الدبريز لونهن اسود بلاك فهذا بعد انفكتد سوي اكبر يا دكتور عفوا يا, يا يا طريقه اجريسف قصدك ما تمن هاي تريك لو مال الزون تكنيك لو مالك اي واحد منهم دكتور الباي بس يعتمد انه انت تستخدم سمول سايز فايل وطبعا اعداد هواي من الفايلات الصغيره واهم شيء انه تحصل انت كاتش من حصلت كاتش بصف الفايل هو هذا راح نستمر منه انا معناها هذا هذا الباث راح اسويه اني يعني. تبدا فايل 10 فايل 8 فايل 10 ودائما انت مثلا مو فوات فا... فايل 8 اجريسف لا بالعكس شلون اسوي باي باس الزو تكنيك هي انديكيت لي كرافت كانال شلون عش... يعني احسب باي باس فايل 10 فايل 8 فايل 8 مثلا فات عندك 1 ملي مو وقف شو تسوي؟ لا تكمل، لا طلعه. فوت فايل 10 بهذا ال1 ملي موسعه. من وسعته؟ من راح ترجع تفوت فايل 8، فايل 8 راح يفوت في 2 ملي اللي يتوسع من فوق وهكذا، وظل انت هيك الى ان تعبر الفايل. سوي له طريق جديد. بس دير بالك اكثر من مره تستخدم الفايل مره مرتين احتمال ينكسر بصف اخوه. في فلات الروتري من تنكسر دكتور الكروس سكشن مالتهم بيج فلوتس سبيسز فبسهوله يصير له باي باس اه كروس سكشن فلات روتر يعني فلات سايد ودبل فلات سايد هذا بسهوله يصير له باي باس اما الفلا المشكله في الفلات المانيوال من ينكسر ان يسد الكنال لان ما بيهن راوند كروس سكشن يسد لك الكنال بالكامل ما بيها طريق منا منا مهرب تقدر تعبر من عنده متفقين ان شاء الله شباب شكرا جزيلا